الحمد لله حسينا بشعور يعني لا يوصف. شعرنا بأن مهنة الصحافة الرياضية الحمد لله بيد أمينة، وأن حملة شعلة موجودون وستستمر المهنة إن شاء الله. وفي هذه الالتفاتة فيها اعتراف وعرفان وامتنان للأجيال السابقة، كما فعلنا نحن مع من سبقنا من أجيال ذكرتهم جميعا قبل الآن، وفعلا ذكرهم يدمي ويدمع. ذكرت الأستاذ الحنصالي والأستاذ السريري، الأستاذ صباطة، الأستاذ الخوضي، الأستاذ السقلي، أبو جواد، ذكرت الكثير ممن ماتوا ورحلوا وكانوا فعلا أعلاما، وهم من أسس لهذه المهنة بالمغرب وأسس لغتها حتى لغتها. أذكر الإخوان الغربي، أحمد الغربي وعبد اللطيف الغربي من أعماق إفريقيا، نسمع صوتهم عبر الميديا، لم يكن هناك تلفزيون ولا قنوات ولا شيء، كنا نسمع فقط الأصوات، وبلغة ابتدعوها. أحمد الغربي مبدع كان في لغة التعليق الرياضي، هو من ذكر العديد من العبارات التي ما تزال تذكر اليوم، من اسمها المها وجبدها من الغرق، هذه كلها عبارات تركها أحمد الغربي لأنه كان بطبعه مرحا ويميل إلى النكتة، ومعروف عنه أنه بشكل ما من القنيطرة وقنيطري، على الأقل في تتبع الكاك التي نأسف اليوم على نزولها إلى قسم الهواد، يوم كانت النادي القنيطري بنجومها الكبار أمثال جمال والبوساتي وبوجمع أخريف وخليفة العبد وكالا، هذو كلهم أسماء القنيطرة أبدأ أنجبتهم. وللأسف القنيطرة قادرة على الإنجاب، لكن المشكل يكمن، وكنت دائما أقولها، أن مشكل الرياضة في التسيير وفي المتابعة، مسؤولية الإعلام. الإعلاميون إما أن يرفعوا الرياضة أو ينزلوها. أن تقول بأن فلان نجم وهو ليس بنجم فأنت تقتله لا تشجعه، لأنه يصاب بالغرور ويميل إلى الخمول، لم يعد بحاجة للاجتهاد ولا للإبداع لأنه وصل النجومية وهو ليس بنجم ولا شيء. فإذن الإعلام هو مشكلة بالنسبة للرياضة، يجب أن يلتزم الحياد وأن يعمل بالشفافية وبالصراحة والوضوح والحياد حتى مع الانتماء. في الرياضة وحدها يمكن أن تكون حياديا منتميا. أنا رجاوي، أحب الرجاء، وكنت أشجعها في المدرجات وأكتب، ولم يلاحظ طول مدة عملي في المهنة أي أحد من كتاباتي أنني رجاوي. علاش؟ لأنني منتمي، ولكن عند الكتابة محايد. عندما تخطئ الرجاء أضرب الرجاء، وعندما تصيب أرفع الرجاء، وهكذا جميع الفرق المغربية. رجاوي ولا أنكر ولا أبغض باقي الفرق. يوم تلعب الوداد أشجعها، لماذا؟ لأنها فريق مغربي، أشجعها كما أشجع الرجاء. فقط كما قال الأخ حميد الصبار، أحب عندما يلتقيان أن تفوز الرجاء لأنني رجاوي. ويعني الحديث يطول في هذا المجال، ولا يسعنا إلا أن نشكر المغربية للصحفيين المغاربة بلا حدود على هذه الالتفاتة التي قل نظيرها. قل الآن الوفاء، قل الوفاء، قل العرفان، قل الامتنان لكل من قدم لهذه الرياضة خدمة. فأنت عندما تخدم الرياضة إنما تخدم البلد، نخدم بلادنا من خلال خدمة رياضتنا. فبالرياضة اليوم تقاس، تقدم الأمم يقاس ليس فقط ببراميل النفط ولا بالدولار، يقاس أيضا برجالها، يقاس أيضا بأمجادها، ومن الرياضة تخلق الكثير من الأمجاد.
عانقنا اليوم كأس الكونفدرالية الإفريقية التي فازت بها الرجاء، وكان فخرا لنا أن نعانق هذا الكأس لأنه كأس كل المغاربة ليس كأس الرجاء. كل المغاربة ساهموا في هذا الفوز بهذا الكأس، ولو بكلمة ولو بوقوف ولو بتشجيع ولو بتتبع. فأنت عندما تتتبع وتشجع تكون جزءا من المسألة، جزءا من المعادلة. كنا جميعا مساهمين في هذا الفوز، ويحق لنا ومن حقنا أن نحتفل به، وقد فعلنا والحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة أنه عمل غير مسبوق، لأن هذا الشباب أوفياء الناس اللي علموهم شي حاجة، أوفياء لأنهم دخلوا للميناء بواحد العزيمة وبواحد الإرادة وبواحد القوة وبالعلم. يعني هذا يوم تاريخي في الحقيقة، لأن بالنسبة لنا احنا اللي عملنا تقريبا 40 سنة في الميناء أو 45 سنة في الميناء، ولكن كانوا معنا هاد الشباب يحيطون بنا وكانوا مكملين لعملنا. هم الآن وصلوا إلى تأسيس جمعية محترفة من صحفيين في المستوى اللائق، قدموا العديد من الأعمال طيلة حياتهم مهنية، ونحن فخورين بهم ونتمنى لهم التوفيق، وأنا على يقين أنهم سوف يتوفقون. مستقبل الصحافة الرياضية كيخصو عملية تنظيف وتطهير، ماشي كل واحد اللي ما لقى ما يدير يدير الصحافة الرياضية. الصحافة الرياضية كيخصها علم وثقافة وتكوين وأشياء كثيرة وتدارب الأخير ذلك، ماشي فوضى، لأنها هي مكمل للعمل الاجتماعي الرياضي في البلاد. فشوف الآن الرياضة في العالم بيسري تسير بخطى سريعة، وأصبحت أحسن نوع من الاستثمار في البشر، في الذكاء، في التجارة، في كل شيء. احنا الحمد لله المغرب ديالنا غزي، يعني غزارة من المواهب، ولكن كيخصو صحافة اللي تواكب العمل ديالو بجد وبكفاءة واحترافية.